واخيرا انتهى العام الدراسي في ليبيا في ظل ما تعانيه البلاد من ازمات القت بظلالها على التعليم بكل نواحيه الفنيه منها والاداريه والماليه كما هو الحال في باقي قطاعات الدوله الاخرى عام دراسي انتهى بما فيه من محن ومعوقات وما صاحبه من مشاكل وعقبات كانت اول الازمات التي مرت بالعام الدراسي الماضي هي الاعتصام الذي نظمه المعلمون مطالبين بزياده في المرتبات والتحقيق في نتائج الشهاده الثانويه للعام الذي سبقه من فك ان انتهى الاعتصام وانتهت معه الازمه التي صاحبته حتى بدات تظهر على السطح مشكله اخرى وهي تاخر وصول الكتاب المدرسي والتي تواصلت الى ما يقارب من منتصف الفصل الاول والتي عزت وزاره التعليم اسبابها لتاخر الميزانيه والديون للشركات المورده على الوزاره ضف على ذلك المشاكل التي ظهرت بسبب حالات النزوح من مناطق الصراعات شرقا وغربا وجنوبا واختتم العام الدراسي بضربه موجعه كما راها كثير من التربويين واولياء الامور وهي تسريب اسئله امتحانات الشهاده الثانويه وما صاحبها من تسيب كبير في المساعده على الغش بين عده اطراف ومن جهه اخرى فان كثيرين يرون ان مجرد ايصال الموسم الدراسي لنهايته في ظل كل هذه الظروف السيئه التي تمر بها البلاد لا يعتبر انجازا في حد ذاته يحتسب لوزارة التربية والتعليم مشاكل وأزمات مر بها الموسم الدراسي الماضي، ما يهم منها هو أخذ العبرة والتجهيز لتفاديها في العام القادم كما يأمل كثيرون، فما هي رؤية وزارة التربية والتعليم للعام الماضي؟ وهل لها خطة لتفاديها في العام القادم؟ أسئلة الوقت وحده كفيل أن يظهر إجابتها.